السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم تامر درويش من معرض غصن الزيتون أرض الممنوعات. النهارده بنسلم الأستاذ أحمد من محافظة الجيزة العربية السوزوكي الإس زد سوبر بلس اللون السماوي، العربية اللي مش موجودة غير في غصن الزيتون وبس. حابين نعرف النهارده من الأستاذ أحمد انطباعه عن المكان وانطباعه عن العربية اللي هيستلمها النهارده. أستاذ أحمد قول لنا العربية اللون السماوي ايه اللي شفته موجود فيها مش موجود في أي عربية تانية؟ لا هي الصراحة الجنوط جميلة بتاعتها، واللون والشريط لسه عاملها شكل جديد، ووحدة التحكم وإزاز كهرباء تمام، واللون طفرة يعني مش موجود في أي معرض، أنا لقيته هنا بس. تمام الصراحة الناس زي الفل يعني. تمام، كمان هنشوف كده عملي الازاز بيتحرك عن طريق الريموت، جرب كده يا استاذ ادم. الكلام ده يا جماعة مش موجود غير في غصن الزيتون بس. تمام الاستاذ احمد، حضرتك دلوقتي دفعت الفلوس وهتستلم العربية امتى؟ النهاردة حالا دلوقتي. تمام، ايه رأيك في الناس الموجودة في المكان بقى؟ الناس زي الفل ومعاملتهم. في اي مشكله واجهتك النهارده؟ لا الصراحه احنا في ارض ايه بقى؟ ارض الممنوعات. تمام، والاستاذ ادم برضو هنحب نعرف منه انطباعه عن المكان والعربيه اللي موجوده. ايه رايك في العربيه؟ لا والله العربيه جميله جدا، جنوط سبور، الازاز كهرباء، السنتر لوك، كل حاجه جميله فيها الصراحه، واللون مش موجود في اي معرض تاني غير في اللون السماوي مش موجود في اي مكان تاني غير في غصن الزيتون، وهتستلم فوري دلوقتي. طبعا الاستلام فوري، تدفع النهارده تستلم النهارده. تمام، والاستاذ ادم مبسوط باللون؟ طبعا اللون نفس لون التيشيرت. تمام ماشي عليه نفس. ربنا يديك خيرها ان شاء الله ويكفيك شرها، والف الف مبروك وشرفتنا. شرفتنا يا استاذ ادم.